فهد بن فيدة سمدان، الحقيقة حنا والله في شوق لرواياتك، وأنا سمعت لك قصة لك استغاثة وأنت طفل صغير كنت عند الغنم. ايه نبغى هالقصة يا أبو نايف. انا ابشر باللي تبي، انا كلي لك وللقناة الواقع. جعلك والله تسلم يا أبو انا نايف. عندي قبل كل شيء، بما ان الكلام انا بروي لك القصة وابد، لكن الوقت ما ودنا نستأثر به كثيرا. سم اول حاجة، فانا عندي قصة وقصيدة مسويها لي 5 سنوات وما بعد سمعها بشر نهائيا، وأول مرة ألقيها. يعني هذه حصرية لقناة حصرية الواقع لقناة ومجلس الواقع. النشامة. نعم، أبيض وجه. القصة هذه باختصر فيها جدا. أنتم عارفين قبل 50 أو 60 سنة، بعد ما الله تم توحيد البلاد على ما احنا عليه ونحمد الله ونشكره على نعم الله المتتالية وعلى حكوماتنا وعلى وطننا، وفدوا الناس اللي في القرى واللي في البادية، ما عاد صار فيها أعمال، وركدت الناس وأمنت، وصاروا الشباب بشكل عام ما عاد لهم شغل عند أهلهم، صارت المنطقة آمنة، صار الرجال يقوم بمزرعة اللي في القرية واللي في البلاد واللي في البر، صار الرجال واحد من عياله يكفون في حلالهم، يصير عنده 2 3 من العيال ما عندهم شغل، وصاروا يفدون إلى المدن الحضرية مثل مدينة الرياض، مثل مدينة جدة، مثل مدينة مكة، مثل مدينة الدمام. نعم، دوروا العيشة، يبحثون عن الأعمال، هذه واحد، يبحثون عن الوظائف. جات فاعت علينا وظهرت علينا مسألة وظائف الدولة، الله يعزها ما شاء الله. أي، وفي نفس الوقت احتاجوا الصحة، فصاروا الناس المرضى يجون من كل أقطار المملكة إلى المدن اللي تواجد فيها المستشفيات، ما كانت متواجدة بشكل عام في المدن، في القرى وفي المناطق البعيدة. فيه ناس سكنوا المدن من أهل هذه القرى ومن أهل البادية، صاروا ربعة كل أبوهم يتجمعون عنده. من يقدر على الكلام هذا؟ من الصبح إلى الليل لين يمسون بيته ومجلسه مليان، وهذا يعني نمونة مرت عليكم جميعا. نعم صدقت، ولا يصمد فيها، وهذه تحتاج بعد شجاعة، ولا يصبر عليها إلا رجل كفو شر من يسمعني. الواقع الطيب، لأنها شغالة للوقت وكرم وإحراق للمال. إحراق للمال. فيه واحد من الربع كان في طوارئ في الرياض قبل تاريخ 95 هجري، يوم جاء عام 1395 استوطن مدينة الرياض وبنى له بيت، خذ له أرض، يوم يوزعون الحكومة الأراضي وخذ له أرض وبنى له بيت. يوم أنه بنى له بيت، اليوم أنك مريت على بيته لا تقول فندق هالحين أحد الفنادق، السيارات 5 6 7 عنده، واللي دخلت مجلسه اللي والله نعفش الجماعة من الطلم في الزوايا شناطهم وعفوشهم، والفطور السفرة ممدودة، والغداء جاهز والفطور جاهز والقهوة جاهزة والعشاء جاهز ويلا وعاده عاده أبشر بالسعد. إن جاء مستردا عين العانية، وإن جاء من يدور واسطته يعرف أحد راح معه، وإن جاء من يبي سيارة عطاه سيارة اللي تحت رجله. الرجل هذا عاش في هذا المكان، والله ان بيته ما يفضى، وانه من نوادر الرجال اللي منك جيت اللي يدارس بعض الجماعه عنده في بيته يدرس 2 و3 و4 جالسين عنده عيال. هو توفي؟ توفي الله يغفر، الله يجعله في جنات النعيم. والدينا ووالدينا. الرجل هذا توفى قبل حوالي 8 أو 9 سنوات، وانا كنت بعد ماني موجود في البلاد، وجيت بعد ما فات عزاه، والله الله مريت قبل 5 سنوات على بيته، بيته ضيق وقديم وعياله نشامة والحواتن غانم شر من يسمعني. اطلعوا من البلاد وتوسعوا، خذوا لهم منطقة مكان في الجالة وحطوا لهم شبه هجراه، كبرت البيوت وكثرة والعوائل ما شاء الله. البيت ذا قديم من البيوت القديمة وضيق، ولا عاد كان مدهل للغانمين. اي، وحطوا اللوحة عليه للبيع. للبيع ورث كل يبي حقه، ولا عاد يصلح للسكان الحالي. فسويت القصيدة، عندما سويتها والله اني كتمتها ما حد اندرابه، وان اول مرة بلقيها كلها من اجل الله اثير عليهم حزن على اسرته، لكن لعلهم ان شاء الله سلوا، ومحق له وعلينا ان نقول الحقيقة اللي كانت صايرة. احسنت. فاقول طبعا هو الرجل الله يجعله في جنات النعيم، هذا الشيخ ماجد بن راشد بن مجد المسهر العاطف الجحاد القحطان. ونعم ونعم، الله يجعله في الجنة. ما عليكم زوج. والدينا ووالديكم.
فأقول يا بيت بيعك يوم هم علنينا. يا سلام. يا بيت بيت بيع يا بيت بيعك يوم هم علنينا، ما هو برخص ولا جحود الماضيك، ماضيك نزه نذ من ذاكرينه ولا يجحده كون الضعوف الصعاليك. يا سلام. بابك على طول المدافات حينه للجار والعاني، ومن يجيك ومن يجيك باغيك، كم من ضعيف ما لقى من يعينه، لا جاك فرج هل ولي في حراويك. يا سلام سلم. أما مريض فارق النوم عينه وتقطعت فيده جميع المماسيك، ولا مدور شغل ومواعدينه يا طول ما هو جالس ينتظر فيك، ولا كبير نشون تهموك فينا يوم ما به لا حساب ولا شيء، ومسترفد ان خصامه مضايقينه، ياتيك عن لك على طيب طاريك، واللي على حد الوطن ناقلينه ويبغى الرجوع ولا لقاله مساليك، ومراجع يبي ومراجع يبغي يزاور سجينه، ومعاملاته في الدواير شرابيك، بابك مشرع والعرب داهلينه، ما يهاب مدخالك من يجيك ناصيك. الله. من كثر ما هو ينتظر زايرينه، ما حط لابوابه قفول وتواكيك، بقص المقلط شدهم راجدينه، وشناطهم مركون تنفين واحيك، قبل الفنادق تنتشر في المدينة، وقبل المطاعم والكوفي والحلى الكيك. وخالد كنت انت منصاهم بعسر ولينا في كسكا والزاد والعزة هيك. عمار يا صرح فقد ساكنينا، حتى ولو ما عاد حي نبياتيك. الله. حتى ولو مبناك راحت سنينة، قديم من ماضي لياليك هذيك. الزين ما هو بزين تشكيل زينة، جدران وابواب ورخام وشبابيك، الزينة زينك ما هو بجدارك ملونين، أهم زينك والله ترحيب راعيك. يا سلام. زينك ما هو بجدارك ملونين، أم زينك والله ترحيب راعيك، راعيك ابن مجد الزبون الثمينة اللي ترحيبه تعطر مبانيك، جعله في جنات النعيم. راعيك ابن مجد الزبون الثمينة اللي ترحيبه تعطر مبانيك، ماجد عشق المجد إلا ضمينه، لما قصروا منها الخبوش الدرابيك. سلام. دمث الجناب وموقفه عارفينه، وابشر وخذها هذه ملكة اياديك، يا فالق الاصباح مغش السكينه، ترحم ابو راشد نهار التهالي. امين. الله يرحمه والديه، الله يغفر له والديه، وامثاله الحوات الغانمه عندكم في كل مكان. الله. وهذا كان حقه علينا نحن نقول الكلام. اقول بيض الله وجهك وانك خصيتنا بهالقصيده في مجلس النشامه. الله يطول عمرك. عطنا قصتك في يوم الاستغاثه واختصر. طيب. فيها يا ابو نايف. طيب قصتي، انا كنت صغير